مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حياتنا. مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده في حلقتنا المنتظره. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بقالنا كتير وبقالنا فتره قاعدين مع اولادنا بنكتشف حاجات جديده فيهم، وبنكتشف حاجات زي ما حاجات بتفرحنا بنكتشف حاجات برضو معانا بتحتاج الى شويه تظبيطات، شويه تعديلات، شويه حاجات كده. رتوش هي خفيفه، مش عايزين الحاجات دي تضايقنا من ولادنا او تخليهم اثر سلبي، او احنا حتى في حياتنا نبقى لينا اثر سلبي عليهم. عايزين نبقى اثر ايجابي وهم كمان يبقوا اثر ايجابي علينا. اي حاجه بتعملها مع ابنك النهارده خلال الفتره دي بتنطبع عليه بعد كده في المستقبل، بتنطبع على تصرفاته، على سلوكه، على تعاملاته، على مدى تحمله لصعوبات الحياه. المفروض انا هيكون عندي مخزون، علشان لو انا من البدايه اتشحنت بطاقة سلبية من صغري، أكيد لما أكبر هكون حاجة من الاتنين، يا عندي سلوك عدواني يا عندي طاقة سلبية أو محبط وحاسس إن أنا متكسر والدنيا كلها جاية عليا وحاسس إن أنا مش مبسوط وكل حاجة هتعامل معها بأثر سلبي. زي ما الضحك عدوى وزي ما الحاجات اللي هي الإيجابية بتنتشر عن طريق تعميمها أو عن طريق تفعيلها، الحاجات برضو السلبية التركيز عليها بيزود منها. طيب بعد ما استعرضنا كده مع بعض شوية النقطة البسيطة دي، كان لازم النهاردة نجيب لكم نموذج ناجح. حاجة بقى من أهلنا، من بلدنا، من أرض السعيد الجميلة. معانا النهاردة أستاذة جهاد عبد الحفيظ جبارة، أخصائي وفي نفس الوقت هي بتدير حضانة طيور الجنة في أسيوط. استاذه جهاد، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا بقى بصي يعني دايما ببقى لينك، اول لينك بس بين المشاهد وبين الضيف. حابب النهارده ان انت تعرفينا كده شويه تفاصيل عن استاذه جهاد عبد الحفيظ. اهلا بيك يا دكتور. الاول اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. شرف عظيم لي اني مع حضرتك النهارده في البرنامج. يسعدني. معاك الاستاذه جهاد عبد الحفيظ جباره، مدير حضانه طيور الجنه باولاد الياس، معلمة تأسيس رياض الأطفال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. كل الحاجات اللي قلتيها دي يعني حاجات مشرفة وحاجات جميلة جدا، بس عايزين نحكي كده الموضوع خطوة خطوة من البداية. كستارت أولاني. تمام. احكي لنا. هو البداية إن أنا طبعا كان نفسي إن أنا أبقى طبيبة، وطبعا عملت على قد ما أقدر طبعا في إن أنا أكون إن أنا أجيب المجموع اللي يأهلني لكده، بس ربنا ما قرتش، لكن انا ما يئستش وما وقفتش للحد ده، والحمد لله كملت واشتغلت. اخدت ليسانس اداب انجليش واشتغلت في مجال رياض الاطفال 9 سنين. حاولت ان انا اطور من نفسي برضو، حبيت المجال وعشان انجح فيه فحبيت المجال، لان كنت ماشيه بمبدا حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. جميل. فالحمد لله وصلت المرحله ان انا بقى ليا كياني الخاص لوحدي. عملت حضانة الحمد لله بفضل الله ناجحة، وبدرس فيها بمنهجية الحمد لله رب العالمين. بدرس فيها بمنهج التربية بالحب، سحر التربية بالحب. أنا عايزينك تكلمينا كده عن موضوع التربية بالحب ده، باستفاضة إزاي نقدر إن احنا فعلا نغرس الصفات الجميلة عن طريق حبنا لأطفالنا. تمام. بس أنا حابة أوضح جزئية بسيطة، بس اني اكيد طبعا بيشوفني دلوقتي اباء وامهات، فانا عايزه اوضح نقطه واحده، ان في فرق بين الرعايه وفرق بين التربيه. مش معنى ان انا بهتم بطفلي مثلا بلبسه بمظهره انه يظهر بمظهر كويس، اهتم ان هو درجات تحصيل علمي ان هو يبقى ممتاز، ان دي عندي اسمها تربيه، دي ما اسمهاش تربيه، دي اسمها رعايه. تمام. اما التربيه دي فهي زرع القيم والمبادئ داخل اولادنا. جميل. وده اللي انا بشتغل بيه عندي في الحضانه، اني انا بكون ام للاطفال عندي في الحضانه قبل ما اكون معلمه، لان هي اصلا الشغل بتاعنا ده تاسيس للاطفال. انا بربي جيل. تمام. انا بربي تمام. عندي جيل بالزبط. عشان كده بتعامل معاهم بالتربيه بالحب. تمام. يعني ايه التربيه بالحب؟ يعني انا ما اجيش اديله اوامر اقول له اعمل كذا او ادرس كذا، ما كتبتش الواجب ليه، ما عملتش ده ليه. عايزه اوصل له معلومه مثلا ان هو لما يحب يشكر الناس او حد عمل له حاجه كويسه، ان هو ما اقولوش ازاي انت ما شكرتش مثلا كذا، لا اعمل كذا، لا.
فأنا بعلمه عن طريق مثلا قصة تربوية، عن طريق نشيد تربوي. تمام، هايل جدا إيه؟ هايل جدا، شيء هايل جدا طبعا. ان انا مستمتع وانا بسمع الكلام كده، طلع الموضوع بسيط وطلع الموضوع بالفعل ممكن يتفعل يعني بسهولة، لا وهو هو ده صح. الابداع دايما بيجي من البساطة. يعني الفكرة، اي فكرة ابداعية هي بتبدأ من الاول بحيثيات التنفيذ. كل الحاجات اللي هي الخطوات الجميلة اللي انت ذكرتيها دلوقتي دي خطوات جميلة جدا، هي كملي بقى. أهم حاجة إن أنت تحب شغلك. اه هي المهنة عامة، مهنة رياض الأطفال دي، أهم حاجة إن أنت تحب المهنة اللي أنت بتعملها. ما دام حبيتها هتدي، على قد ما ندي في شغلنا على قد ما ناخد منه. يعني أنا على قد ما بزرع جواهم القيم والأخلاق والتربية الصح، على قد ما أنا بشوف الحاجة دي والنتيجة دي بعدين. حتى لما بيدخلوا المدرسة دي بتبقى الأساس عندنا إحنا في الحضانة، تمام، الاساس التاسيس ده عندنا احنا في الحضانه. يعني على سبيل المثال، مثلا انا النشيد عندي تربوي بعلمه للطفل، بقول له مثلا يا يعني عايزين نسمع بقى بصراحة، احنا مهتمين ان احنا نسمع حاجات جميلة، وهتلاقي طبعا عدد من الامهات اللي بيتابعونا وعدد من الناس اللي بيتابعونا اكيد يعني سكت تماما، حتى لو طفل صغير قاعد بيسمع معانا هتلاقيه قاعد بيردد وراكي، سمعينا كده مثلا هم ممكن نقول وحشوني لهم. الاول. انا عايزه اقول لاطفال حضنتي ان هم وحشوني جدا. وانا كنت دايما بقول معاهم نشيد كده هقوله لك. يا مسلم يا صغير، حب الخير حب، وابقى اصحابك كن متعاون، ساعد جارك ايه المانع، اسلامنا مش بس في جامع، في المدرسة والبيت والشارع، واللي يقدم ليك الخير قول له جزاك الله خير، واللي يقدم ليك الخير قول له جزاك الله خير، وان زعلت في يوم من صاحبك قول له يا صاحب الله يسامحك. الله، الحاجات دي فكرتني بالأيام الجميلة لما كنا صغيرين كده، كنا بنقعد أوقات، وده كان بيحصل في أغلب البيوت المصرية، تلاقي إن الأطفال ملمومين حوالين الجدة أو حوالين مرات العم مرات الخال، قاعدة كده بتبقى هي مثلا عندها طفل أو اتنين وبيتجمعوا. فعلا كنا بنسمع الحاجات الجميلة دي، فعلا احنا النهاردة بقينا مفتقدين الأناشيد التربوية اللي هي الجميلة اللي تغرس الصفات الحلوة اللي زي ما حضرتك بتذكري في الموضوع، ان هو التربية بالحب. انت بالظبط. وقفتينا عند مصطلح يتحط بين قوسين ويتحط تحتيه 100 خط احمر. انا دايما بحطه، يعني مش 100 خط ولا 100 ألف خط كمان. التربية بالحب، سحر التربية. سحر التربية، يعني في رسالة بوجهها لأي مربي، كون الأب أو الأم أو المعلمة، اللي زعله أكبر عقاب من ضربه. ايه رأيك لو نستعرض كده بعض الصور معانا لأطفال الحضانة والأطفال الجمال، والصور شغالة كده، انا برضو عايزك تكلمينا عن، طبعا احنا اتكلمنا من البداية، حضرتك بتقولي انا من أسيوط، طبعا اطلبوا العلم ولو في ايا كان مكانه، يعني تمام. في حتة، فأكيد الموضوع كان فيه مسيرة سفر وتحركات وكنا بنروح من مكان لمكان. كلميني وبعدين في الآخر عايزك تقول لنا مين أكتر حد تحبي توجهي له رسالة شكر إن هو دعمك في رحلتك. تمام حاضر. هو انا طبعا اكيد ما وصلتش لده بسهولة. انا طبعا احنا كنت عايزين بطور أكسر النجاح اللي ورا الرحلة دي. اللي ورا الرحلة دي. تمام. خطواتك عملتي إيه؟ بدأت ان انا اطور من نفسي عن طريق دورات اخدتها، عن طريق ملتقيات حضرتها. كان في اي حاجة خاصة برياض الاطفال كنت دايما بلجأ ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا احضرها وان انا ما فوتهاش. جميل، هايل جدا. وكنت برضو يعني الموضوع معاكي يتحول مش بس لفكرة مهنة او فكرة ان انت بقيتي خلاص اونر مكان، انا شايف كده ان الرحلة انتهت، انا خلاص انا بقى عندي مكاني الخاص وشغالة فيه والدنيا تمام، لا انا شايف ان الموضوع قلب معانا بشغف. طبعا اه طبعا اكيد، لاني انا في طبعا ناس كتير واخده، يعني واخده موضوع مجال رياضه الاطفال ده كتجاره، لكن انا حابه المهنه، حابه ان انا اطور فيها، حابه ان انا اعمل حاجه كويسه، حابه ان انا بكره وبعده لما الطفل اللي عندي في الحضانه ده يكبر يفتكرني بحاجه كويسه، يعني بتسعي ورا الأثر لان دي رساله. الجيد والبصمة طبعا التي لا يمحيها الزمن. طبعا دي جميل، رساله عظيمه كمان، وربنا يا رب يقدرنا عليها. هايل يعني دي جدا. رساله جميله جدا، وفي محتواها نفسه يعني دي ما تقلش. يعني مهنة المعلم عامة، سواء إذا كان رياض أطفال أو مدرسة أو جامعة،
ما تقلش أهمية عن مهنة الطبيب، عن مهنة الضابط، الضابط، يعني عن أي مهنة كبيرة زي كده ما تقلش طبعا أبدا، طبعا لأن إحنا كلهم في بنأسس جيل، يعني هم أطفال اليوم هم رجال الغد. بالظبط بالظبط فهي الدول المتقدمة دايما بتدور على تنمية الطفولة، بتهتم جدا بجانب الطفولة. أنا بهتم بطفلي من مصغره، بهتم إن أنا أسس صح علشان بكرة وبعده دي رجالة هتشيل هم الأمة، أمة بحالها، مش بس بيت ولا أسرة ولا مثلا كيان صغير، لا دي هم أمة بحالها. مستقبل، صح، مستقبل جديد. فالاهتمام طبعا بالأطفال ده الاهتمام ما حاجة بيتلفش كبيرة. ولا بيتلف هنا عند الأطفال. ده طبعا بيطلب، لا ده الاهتمام بقى طبعا بيطلب، مصطلح جديد بقى لا الكبار الاهتمام طبعا ما بيطلب. بيتلفش، بس فعلا الأطفال بتتطلب وبتطلب الاهتمام، ما بيتمناش إن هو يقول لك أنا محتاج كذا، أنا ناقص معايا كذا، بس أنت أكيد محتاج تسمعه زي ما احنا بنسمع كده. كلمينا كده عن الأطفال مثلا في الحضانة، لما بنحس إن هما في حاجة معنوية ناقصاهم بنبتدي نشتغل على الموضوع ده إزاي؟ اول حاجه الاطفال عندي في الحضانه انا بتعامل معاهم، اول لازم يكون الوش البشوش الصبح طبعا في استقبالهم ده، اقول لاني انا ام بديل، هما بيقعدوا معايا اكتر ما بيقعدوا مع ابهاتهم وامهاتهم في البيت، هما بيقعدوا معايا انا اكتر وقت، فانا تمام. باثر فيهم اكتر، فانا برضو شايله الجنب يعني الحاجه دي على جنب، ان انا بحاول ان انا اكون قدوه ليهم، هايل. بحاول ان انا يعني ما اشوفش طفل فيهم زعلان مثلا او طفل متضايق او جاي متقدر الصبح او حاجه، لا ما سيبوش ودخليه وخلاص، لا لا طبعا، بحاول ان انا برضو ما يعني اجيبه بطريقه تانية خالص. يعني مثلا لو انا عندي طفل دخل عندي الحضانه ويضرب مثلا زمايله، اكيد ليه سبب، مش هيجي يضرب الطفل ده كده من لوحده، اكيد ليه سبب. فانا بعمل على الحاجه دي، ودي بقول لك من اساليب التربيه برضو، ان انا بعمل ازاي، يعني مثلا بجيبهم وبحكي قصه قدامهم، ان انا مثلا تعالوا نشوف يا اولاد ده كان زميلنا صاحبنا فلان الفلاني وعمل كذا وكان بيلعب مع اصحابه وضرب صاحبه، طب يا ترى ضرب صاحبه ليه، انا كمان ما وجهلوش هو اصلا ولا يعني كاني بتكلم تفهم معاه، السبب هو وراء هيلتفت. اه الحدث اللي حصل، بنقف عنده وبنتفهم السبب كان ايه دوافعه، صح كده؟ بالظبط، هو انت هتعرف هو ضرب ليه صاحبه من غير ما تسأله، انت مجرد ما بتقول الحاجه دي قدامه هو هيقول لك ضربه عشان خاطر مثلا كذا، عشان خاطر مثلا خد القلم بتاعه، عشان خاطر مثلا ضايقه مثلا في حاجه، هتعرف سبب الضرب ايه. بعد كده انت بتبدأ بقى شغلك التربوي طب معاه، لو اتكرر، لو اتكرر نعمل ايه؟ عارف لو اتكرر تاني، لو انت استخدمت من البدايه اللي هو الاسلوب التربوي الصحيح معاه من البدايه، هتلاقيه هو نفسه جاي يعتذر للمس بتاعته. تمام. يعني انا كان حصلت معايا برضو الموقف ده، انا مش بحكي لك كده وخلاص، يعني ده مواقف ما حقيقية احنا حصلت هنيجي بقى معايا. لموضوع النمذجة، يعني تمام، سامبل، عايزين نشوف نموذج او تكلمينا عن نموذج مثلا، موقف يكون حصل بدون طبعا ذكر اسامي. تمام. عايز موقف يكون حصل مثلا عندك بين الاطفال وبعضها. هو كان في حصل موقف ده اللي اتذكره طبعا مش هنساه، كانت في بنت جاية تعيط جامد يعني الصبح، فما كنتش يعني ما كنتش عارفة سبب عياطها ايه، فانا دخلت لها الفصل، المس بتاعتها بتقول لي تعالي يا مس جاد ده حصل كذا، والبنت مش يعني مش راضية تبطل العياط بس، فقلت لها خلاص سيبيها لي. دخلت عندها الفصل فبقول لها مالك انتي، بس كان السبب ده مش من الحضانة نفسها يعني بس، فانا دخلت بتكلم معاها في ايه حبيبتي مالك ايه، في الاول امتنعت على الكلام، بدأت استخدم دراستي صراحة، دراستي اللي هي ازاي اتعامل مع طفل مثلا مش عايز يتكلم، طفل عنيد كده، فاخدتها كلمت طب بصي احنا حبايبنا نلعب مع بعض يا حبيبتي وبتاع، طب بصي نعمل ايه، طب بصي شايفة انا اتعورت ازاي، هي حبها ليا اصلا نفسه بخوفها عليا، لا مش يعني ده موقف والله مش هنساه يعني، فلما قلت لها بصي اتعورت ازاي مسكتني من ايدي، لا اتعورت، لا مس لا خلاص طب انا اسفه ومش عارفه، قلت حبيبتي انت مش انت اللي عورتيني، انت مين عورك، كانت متعوره جامد ومداريه بسبب بكاها ان هي مداريه التعويره تحت الكم، فبتقول لي فبقول لها حصل ايه، قالت لي ماما حصل ان هي عملتني حرقتها يعني، طب ليه، قالت لي عشان وقعت اخويا من على السلم. تمام، فطبعا استدعيت ولي الامر يعني في لحظتها، استدعيت ولي، لان ده عمره ده
عقاب بدني سيء كمان. جدا. كان طبعا لينا تصرف احنا مع ولي الامر، وبالنسبه لها هي بقى الطفله دي، انا حاولت ان انا اعدل من سلوكها، حاولت ان هي ما تخليهاش تخاف من الناس، البكا ده خلاص فاهم يعني، تيجي مثلا لو بتبكي من حاجه في الاول كانت منع البكا، بس لما لقيت يعني حد حنين قال لي طيب بيتكلم معاها اعملي كذا، لا حبيبتي طب في ايه، طب في طبطبه عليها، دي من اساليب التربيه بالحب برضو، ان انت طبطبه عليها، لو مسحت كده على دماغها دي لوحدها بتفرق مع الطفل، ممكن احنا ككبار لا بتقول يا عمي كبري دماغك، لا دي بتفرق مع الطفل. انا الموضوع البنت مؤثر دي أوي. لغايه اللحظه اللي احنا فيها دخلت مدرسه، بس لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي لو في اي حاجه تيجي تقول لي كذا، انا علمتها من الموقف ده ان لا نسمع كلام ماما، ماما بتحبنا، ماما كذا، معلش هي ما تقصدش، مش هقول لها لا دي مامتك كذا، انا اكلم مامتها ماشي على جنب، لكن مش هاجي قدام الطفله واقول لها انت كذا. فهي فاهمك. جت كلمتها، اتكلمت معاها برضو بود، بحيث ان احنا اقرب منها، مش المس والطفله عندها، لا صحاب، لاني انا في التعامل مع اولادي في الحضانه بنزل لمستواهم، ايوه، من مستوى تفكيرهم. لمستوى تفكيرهم جدا، حتى تمام. في الشرح، في الشرح انا ببقى طفله زيهم معاهم. احكي لي موقف كده زي ما انت عملتي كده فيا وخلتيني اتأثر معاكي بالموقف الصعب جدا اللي حصل ده. انا عايز اكتر موقف فرحك مثلا في التعامل مع الولاد، حاجة ما كانتش على بالك كده او على خاطرك وحسيتي ان هي كانت مردود لأثر إيجابي أنت عملتيه، عايز موقف تمام، كده. بس انا هقوله بالاسم ده يعني، هقول اسمها يعني، تمام. هي اسمها الاء، الاء محمد سمير. تحية الآلاء قبل أي حاجة من الاء برنامجنا. دي كانت مش هقول لك تلميذتي، دي كانت بنتي، دي حاليا في ثالثه ابتدائي يعني، انا كنت بديها وكانت يعني بص بتتعامل معايا تقول لي انتي ماما، حتى والدها ووالدتها يمكن لو بيتفرجوا دلوقتي عارفين الكلام ده تحية يعني ليهم كده. ان هم برضو ربوا بنوتة جميلة عملت اثر ايجابي في شخصية مميزة زي فهي الفيديو ده. يمكن اكتر حد اثر فيا، لان هي كان في عيد الام واتفاجئت بيها عندي في الحضانه، جايبه لي كارت وجايبه لي هديه ومكتوب عليها بحبك يا ماما جهاد، الله، ولحد اللحظه اللي احنا فيها دي لسه برضو قاعد معايا يعني، حلو. الحاجات دي انا مش اكيد. بمحيها. وبرضو عشان ما تزعلش مني واكيد بتسمعني، اسماء واحده برضو عندي، وريتاج، ريتاج مصطفى، لا ده الليسته دي كبيره الدلوعه بقى. بتاعتي لا دي ده كده الليسته كبيره بقى. احنا دي عايزين الدلوعه حلقه. بتاعتي بقى. احنا طب ايه رايك نخليهم في مره يجوا معانا نطلع كده على الهواء اتمنى ويتكلموا والله يا معانا؟ ريت ان شاء الله بس ما تزهقش يشرفونا. مننا. لا، النماذج الجميله واكتشاف المواهب من الصغر والحاجات اللي هي بيبقى ليها جيد الاثر على هتسيب انطباع جيد على الكبار زي ما عملت معاكي كده، خصوصا ان انت في منصب يعني اداري، يعني انت في اغلب الوقت اكيد في كرو وفي كاست شغال مع الولاد طبعا، وانت بس بتديري رغم الموضوع. كده برضو انا ما يعني ده اللي انا انا لمسته بقى، ان في تحركات من الاداره ناحيه انا ما بعرفش الولاد اقعد شخص بشخص. لا ما بعرفش، انا دايما بحب ادخل فصول، عندي بحب يعني، انا عندي بنت اسمها ريم وشمس عندي في الحضانه، دول لو ما دخلتش انا نفسي يطلعوا لهم، فدول بص لا انا لازم ادخل، لازم ادخل كل شويه يعني في تمام. الفصول، فانا ما اعرفش اقعد، ما اعرفش، انا لو قعدت شويه من غير ما اشتغل معاهم بحس ان يومي نفسه في حاجه مش مظبوطه. دورك بقى مع فريق العمل عندك بتبتدي تعملي معاهم ايه عشان يتطوروا ويوصلوا لمستوى كويس زي اللي انت وصلتي له كده؟ والله هو انا بتدعميهم ازاي وازاي بتنقلي لهم الخبرات؟ انا هاخدك دلوقتي كنموذج علشان برضو اغلب الناس تبتدي ان هي تفعل الموضوع ده عندها، ما يقتصرش بالعلم لنفسه، ما يقتصرش بالحاجات الايجابيه البسيطه. يعني احنا دلوقتي العلم بقى كله باللعب، بالتبسيط، بالحاجات اللي هي الخفيفه، بالحاجات اللي هي البسيطه جدا. بتعملي ايه معاهم؟ هو اهم حاجة في الشغل عامة مع فريق العمل، عشان تكون فريق عمل ناجح ما تحسسهمش ان هم شغالين في مكان غريب، لا بالظبط. انتوا شغالين في مكانكم، انا دايما بقول لهم الحاجة دي، ده مكانكم، شوفوا انتوا عايزين توصلوا بالمكان ده لفين، تمام. ده كان كلامي معاهم دايما على طول يعني. وهم بصراحة ربنا بنات بتشتغل بما يرضي الله، مراعين ربنا في شغلهم يعني، فهم دايما انا اي جديد هم بيحاولوا ان احنا بعد ما نخلص مثلا اقول لمس جهاد خلاص انت اخدتي مثلا الدوره الفلانيه مثلا الاسبوع اللي فات مثلا،
معلش احنا بعد ما نخرج الاطفال عايزين ان احنا نعرف الحاجه دي عشان لو في جديد احنا نوصله للاطفال، هم اللي بيطلبوه قبل ما انا اقول لهم. انا ببقى عامله مثلا خطه ان انا خلاص همشي واحد اتنين تلاته معاهم، هم بيسبقوني يعني بما يرضي الله، يعني عشان كل واحد ياخد حقه هم بيسبقوني بيقولوا لي مثلا احنا عايزين نعمل كده، عايزين طب ناخد خبره من اللي انت اخدتيه كده، فهم بيحاولوا برضو يطوروا من نفسهم. وده انا قلت لهم دايما على طول، البني ادم الناجح في مجاله بيحاول يطور دايما من ذاته. تمام. هو انا لو عايزت استشيرك في حاجه، ايه الاستشاره اللي ممكن ان انت تقدمها لي او النصيحه اللي انت ممكن تقدمها لي انا كولي امر بتفرج عليكي وبشاهدك النهارده، ايه الحاجه اللي انت ممكن توجهها لي او الليسته بقى بتاعت الحاجات الحلوه اللي انا ممكن اطبقها في البيت، خصوصا ان اغلبنا دلوقتي اولياء امور وصغيرين وكبار قاعدين فترات طويله في البيت ولسه مش عارفين الدنيا ايه الاخبار، هنعمل ايه، وتعليم عن بعد وحاجات جميله كده وتطبيقات جديده بتنزل، فقول لنا كده حاجه مفيده نقدر ان احنا كويس يا دكتور انت سالتني السؤال ده. جميل. السبب احنا عندنا النت اخذ معظم وقتنا كاباء وكامهات بصراحه، فاحنا ظالمين ولادنا، ندي وقت او جزء حتى على الاقل اليوم لولادنا، افضي نفسي ولو حتى نص ساعه لولادي. انا بتكلم كاب دلوقتي، الرساله دي للاباء مش للامهات. تمام. تمام. حلو. للاباء، انت بتبقى تعبان وجاي من الشغل مرهق وبتاع، بس ابنك محتاج منك حتى ولو على الاقل حضن. ايوه. محتاج منك يا بابا اقعد معايا ولو توجيه حتى. تمام. يعني ابنك مثلا لما يجي وانت داخل من البيت، واكيد معظم ولادنا كده، يا بابا اقعد معايا. غالبيه الاباء مثلا بيدخل يا حبيبي انا جاي من الشغل تعبان سيبني مش عارف ايه، بتحصل ده الواقع يعني، وده طبعا غلط. ايوه. الصح ان انا ابني والله لو هموت ما دام داخل من على الباب، ابني طلب مني الطلب ده، يا بابا تعالى العب معايا بلاي ستيشن، يا بابا مثلا تعالى احكي لي حدوته، يا بابا طب مثلا كذا، فالمفروض انت لا حاضر يا ابني حتى لو انت تعبان، اديله ولو حتى ربع ساعه، هتفرق كتير، هتفرق كتير جدا. الرساله بقى الثانيه للامهات وللاباء برضو مع بعض، اولادنا دول امانه في رقبتنا. شوف انت عايز ابنك ده يوصل لحد فين. تمام. عايز ابنك ايجابي، عايز ابنك واثق في نفسه، عايز ابنك يبقى تبص عليه تشوفها لا خلاص ده انا عارف ان هو هيكبر هيبقى حاجه كبيره هيعتمد على نفسه. لو غلط ما تضربوش على الغلط، مش هقول لك ان انا لا بالعكس، انت اقعد معايا افهم منه الغلط ايه، افهم منه لو كل يوم بالليل، لو كل يوم بالليل بس قعدنا قعده الاسريه بتاعت زمان، اللمه بتاعت زمان دي، لو قعدنا ولو قصه تربويه حكيناها مع بعض. جميل. المهم ان انت توصل للهدف الامانه. هايل جدا، تفرق كتير. طيب بما اننا النهارده معانا نموذج جميل من برضو انا بكرر في نفس الموضوع من صعيد مصر، من ارض الطيبه وارض الخير وارض الجمال كله، ارض النعم، نموذج يحتذى به معانا النهارده موجود في الاستوديو. ادينا مسار النجاح للمراه خصوصا اللي بيصعب عليها السفر او بيصعب عليها الانتقالات او بيصعب عليها الحركه او في رولز او عادات كتير بتحكمها. ادينا. اولا السوشيال ميديا دلوقتي دخلت البيوت كلها. تمام. والسوشيال بص انت ادخل كده على السوشيال ميديا اي موضوع اكتبه هيظهر لك. ففي مجال شغلي انا احاول زي ما قلت لك كده احدد هدفي انا عايز اعمل ايه وابدا اشتغل عليه، اطور من ذاتي، اطور من نفسي. انا مثلا كست مش عارفه يعني مش بتكلمش عن نفسي، بتكلم على عامه يعني، لو مثلا في ناس مش بتقدر يعني انا اقدر اسافر واروح واجي، اقدر اطور من نفسي عن طريق دورات اخدها هنا، لكن في ناس مش بتقدر. الناس دي تعمل تطوري نفسك عن طريق ان تستخدمي استخدام سليم. تمام. يعني مش في وصفات الطبخ برضه شويه كده والله بيطور جدا على يعني بيجيب نتيجه؟ لا بيجيب نتيجه هايله. طيب يعني ده عن تجربه يعني. حلو جدا، هايل جدا. استاذ جهاد، هل اختتمتي رسائلك بعد ام لا زالت في المسيره؟ عندي رساله بس، لو عايزين تهذبوا اولادكم او دعوا اولادكم في رياض القران. القران بيهذب وبيعلم وبيأدب. القرآن هيعلم ولادنا كل حاجة. تمام. دي رسالة أنا بوجهها لكل الآباء والأمهات، لو وقتك ربع ساعة بس بالليل نقرأ نعلم ولادنا ولو حتى آيتين نحفظهم ليهم كل يوم.
القرآن، القرآن بيهذب لوحده. أكتر شخصية إيجابية أثرت فيك مين؟ سؤال المفاجأة ده عامة في العام يعني ولا إيه؟ زي ما تحبي. طيب أكتر حد أثر فيا كالشخصيات المشهورة العامة دي الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، أثر فيا فعلا كتير يعني، وكان الناس اللي حواليا طبعا اللي اتعاملت معاهم. أكتر حد أثر فيا جوزي أستاذ أحمد، تحياتنا ليه طبعا، بنحييه من هنا ان هو كان خير داعم لنموذج نجح. لو هو وقف جنبي كتير بصراحه، وانا باخد استشاراته في حاجات كتير جدا. وبابا، ربنا يخليك بابا ده السند. بابا يعني بص انا مش هتكلم كتير عنه لان والله مش هو في حقه يعني، وبرده جوزي مش هتكلم كتير عنه لان هو في حقه، ووالدتي ربنا يبارك فيها ويديها الصحه يا رب. وفي شخصية تانية هي مش معانا أصلا، هي مش موجودة عامة يعني، هي توفاها الله يعني. الست دي أثرت فيا كتير، وأنا عمري في حياتي ما هنكر خيرها عليا ولا فضلها عليا أبدا. أم محمود اللي سامعني واللي متابعني واللي من بلد عندي عارف كده، دي ربنا يرحمها يا رب، كانت من الناس اللي أثرت فيا يعني، وكانت سبب برضو في الحاجة اللي أنا وصلت لها دلوقتي. بعد الرسائل الإيجابية الجميلة اللي احنا سمعناها النهاردة من أستاذة جهاد عبد الحفيظ، أستاذة جهاد قبل أي مختم وقبل ما أي حاجة، أنا عايزك توعدينا إن احنا يبقى لينا جلسات كتير تربوية بالشكل الجميل ده، وإن احنا نبتدي نفعل فعلا دور التربويين بالتزامن أو بالترابط مع الفقرات الإعلامية عشان يكون في جيد الأثر. إن شاء الله بإذن الله، وشرف ليا كبير إن أنا مع حضرتك. شرفتين. وبس حابة قبل ما أختم اللقاء ان انا اوجه كلمه شكر لكل اولياء الامور عندي في الحضانه، ناس محترمين جدا متابعين ولادهم معايا، وبشكر ولادي اللي وحشوني جدا، وبشكر اخواتي، اخواتي ما انساهمش لاني طبعا يعني الاخ سند برضو، ربنا يبارك فيك، فاخواتي ما انساهمش. ومن هنا بوجه رساله خاصه لزوجي لاني هو اكتر حد ساعدني ان انا اوصل للي انا فيه دلوقتي، وبقول له يا رب يخليك ليا ودايما تبقى السند وتبقى مرايتي دايما على طول يا رب. أعزائي المشاهدين اسمحوا لي هنطلع فاصل، وراجعين معانا مفاجأتين مهمين جدا ودور فعال في النموذج برضو اللي هو التربية، نموذج للقيادة التربوية، فاستنونا ما تروحوش بعيد، نازلين لكم بحاجات جميلة، حاجات مفيدة جدا. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني. We'll be right back.